رجل مبتلى بالجبن، فكيف الخلاص من هذا الداء؟ والله هذا ما له خلاص إلا أنه يستعين بالله ويستعيذ بالله من الجبن. النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله من الجبن، استعاذ بالله من الجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال، فيستعيذ بالله من الجبن ويقرأ في كتاب الله وفي سنة رسول الله، ويقرأ في الجهاد وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإن شاء الله يذهب عنه الجبن. نعم.